responsabilité, préparer sa formation intellectuelle. Mu di mas'uliyatu tawjih wal irshad wa tasqif yoy yep ci sen kaw la tegu yeen xalé yi te ni ngi yaakaar ni insha allah di ngeen tass suñu yaakaar ñu di leen denk rek ngeen dego di diiso di waxtaan ndax benn xel ñaari xel ko upp solo mais ñaari xel ñetti xel ko upp solo kon nak li ñi teje rek modi wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li ñi teje ci yeesal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادح لما سبق نفس حق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادح لما سبق نفس حق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى Have an Elahi Adah.
الناس سيدنا المختار حبيبي أسألك اللهم ذا النعماء يا عليا الصفات والأسماء أسألك اللهم ذا النعماء يا عليا الصفات والأسماء أسألك اللهم ذا النعماء يا عليا الصفات والأسماء لك الثناء والعز والكمال لك الثناء والحمد والجمال إلهي قدرة قدير لك إرادة فزيد جدير هب لعبيدك الذي يخاطب بك الخطوب نفسه تعاتب مهما نعى إليك أن لا تعرض عنه إذا لا يخسر منك الرضا من أمن وكع لي واهتم تكف عنه ربي عم من هم صل على ذكر الحكيم عليه عين رحمات والنعيم له من المراتب العليا عجب صل على مصابه يقطع عرب له من المواهب العليا ما يظهر العقول والمزيا عافي الجرائم ويا كفي
البلاء فاغفر لنا وجددا بما بلا لا بد توشنا عن الحساب ولا منافسة والعتاب العفو عفوك بلا متابعة إحسانك الكريم بعض تابعة سلم على آية كل معتبر ونعمة العصمى لكل منتصر يدخل من أتى به البيوت لربنا دخول لن يفوت يخلو من المولى لطائف المنن ينجو بكل حالة من الفتن دناك من دنوه دنو لمن توسل به علو نطلب نصرك على الأعداء سهل لنا عبادة الأعداء ادعوني أستجب لكم أنزلت وأنت لا تخلف ما وعدت مجيب يا قريب يا سميع مانع يا دافع يا رفيع حفيظ يا مجيد يا كريم خلي يا متين يا عليم مقاصد الكنوز والخزائن ولجأ إلى من أمر بساحة الكريم لابد أن يأخذ بالنعيم ديار يا نائم ربي وارث باسط يا بارث ربي باعث أقل عبدك ذليل العثرى حيث العنصر جاءه بالهفوات لم يبق بحر العفو والكبائر من سيئاته ولا سائر فضعفا ربي له بالحسنات وأرجحنه بأول درجات الربية الصادق الوعد الأمين يا بر يا مائر والحق المبين تفتح يا فتح بالمفتاح والفاتح المغلق والفتاح حميد يا ولي يا شكور رحيم يا عليم يا صبور لنا بأبواب الرضا يا فاطر أبواب خيرات إله قاهر من ذا الذي يدعو كما تجيب معايب عنك علي يخيب أشاء عندك تشاء ويكون ما شئت ربي ما أشاء ولا يكون أهلنا نمل كالفراعنة ودمرا هم لقد لا غافر يا ستر يا تواب كالجود والكرم يا وهاب لطيف يا رحمن يا الله ولا يرفع عليك الحال مني لا ولا قوي قويني على طاعتي عنك سليل والعز والدعاتي والالتجاء اليك يا من جانا والالتجاء فضل يا من جانا بينك بما قد يستعيذ من الشرور يا ابنهم مكنفيس لا تحملن اسرم علينا ربنا كما حملته الذين قبلنا خذل لنا يا ربنا بفضل ولا تؤاخذ لنا بالعدل احسن عواقب الامور خالقي لنا اجرنا ربنا يا رازقي تجاهك الكريم قد ثنيت بربتي مثلا وجهت مية هذا العبد ان تميت على طريق شيخه ادخلت لازم ما لازم حتى نال من ربه ما ناله نوال مبيد كل اولياء الرحمن ابي العباس احمد تجاني الاحشر لنا يا معبود في شكرة الشيخ ايا ودود سلام يا صبح يا عظيم قيوم يا خادم يا رحيم بسر ذاتك وبالاسماء سر اسامي سر صفائي قابل يا شديد يا ذا القول ذا القوة المتين يا ذا الحول نحن اتيناك ونستغيث بفضلك الواسع يا مغيث اسبق علينا صوب سر ساتر وانت يا ربي الينا ناظر صل على المحمود ذي السيادة ومهدد الحسن ذي المجادة رفعت صوتي ووسيلة حبيب بك وثبت رجاء في حبي أعط لنا التوفيق والإعانة بأد ما أمرت بالأمانة لكي نؤدي ربي بالحقوق عيس علينا الحق للمخلوق حفظ الذي أودعت من شرائعي ويا بني الحرم ذا البدع
حيني قصدتنا وكول بالمعاصي مشتملا يا حزن نواصي قد أحسن العبد بك الظنون في تلك لا يرى فتونا بسر ما مننت بالعباد أقف لنا أمور ظل حيادي تخاطب المعين من له الخطاب بساته بحبه ويستطاع لطيف يا الله أليس لعلى محمد خير الورى الذي على حق الوكيل الجامع الجليل ولي يا مهيمن الجميل قائم يا باقي علي كافي قدوس يا عزيز يا معافي قد اعتذر عن ربي من ذنوبي مقترفا بها ومن عيوبي وسعت الرحمة والغفران لا تحدث حولك يا رحمن أطاعك نص على أمر الهوى ولا تبالي ربنا بذا النوى لأنك المعبود حقا لا سواك يعبد ربي تسمع الذي دعا قريبا يا سيد الأكوان سل عليه خالق الإنسان أول يا آخر يا رقيب الفرد المعني ويا حسيب دفعك عنا كيد حاسد حسد وعالد وكل حاقد الأحد يا واحد ظاهر باطن الأحد يا متعالي ربنا له الصمد أدر لنا يا رب أخلاق الحجاب بدي بدعوة لسان وحجاب لا تحرمنا ربنا اقترافا من فيض أنوار الأوير تشافى الحق أصعب لديك داعيا تحربا لا تتركني صل على شفيع ذي صدق الأبد والكرم المفلوق في كل خبر رمق طرفه سماء مهما ورد ورتب أعلى مرمى أجب دعاء ذيك أبت حرج واجعله من معرج الرب فرج تمية الأسى على القلوب لدهرنا الحقون والخلود كفرؤوف ربنا وكيلا وبالذي وعدته كفيلا أرجو بجاه طه خير المرسلين أرسل رحمة الهدى للعالمين لطفا جميل الرب والحماية وحرصا الدائم والوقاية مغيث يا محيي المميت المالك يا من جرى في يده الممالك سريع يا مبدع من له القدم يا واجد الذي قطع الحد العدم ترحمنا برحمة تغنينا عمن سواك سرنا تعطينا قصر بائر بعن تتميمي ما قد أتى علي من تعظيمي يعظم الشيء الذي عظمت سبحانك اللهم ما أمرت ما قدر الإله حق قدره فحولك الكريم حال بسره ولا تلاحظ بيننا سوء الأدب وعدم الإتمام ما بنا وجب على طريق الرشد والنجاة سكانها سعبي أن تغادي لم يزل العبد بعصمة العليم لاهي نوائب بمنة عظيم الله أكبر وعز جل سبحان الله أكبر وعز جل سبحان من جلاله جل عن عملي ما لم أطيق بشكره ربي والمنعم لا بفكره أحمده حمدا يبالغ على عباده الواسع حقا أملا لا زلت في الساعات والأوقات أدعو للحاجات والعلاج هو يجيب عبده المسكين أتى إليه يبتغي تمكينا يعطي ولا منع لما أعطاه ولا أعطى لمنعه رضاه حكيم يا حي ويا حليم كبير يا صادق يا رحيم قدير يا خبير يا بصير مسل يا عدل ويا نصير قابض يا خافض ربي جامع مخلص وغفار رشيد نافع قهار يا غفار يا معيد منتقم العفو يا مجيد دليل كل متحير وقف يدير في فلاح
ربي قضيت فرضيت بالقضاء تركم ما تشاء وحكمك مدى هل من منازع فلاك غيري فوضع امر لك نافي غيري يوم امرؤ ينظر ما تقدم يدعو النفس بما قد عمل وكل اله تجعل الاصابع لسر اخذ اليمين تابعا محمد خير البرية أتى دينك قد عله كل فتى قدمه جميع الأنبياء ورسل في رداك ذا اختياء درج ما درج من طباق له ويخرج إلى الآفاق حراه رب العرش ما يراه أزى من الأنوار ما يخشاه ربي رسولك النبي بشير ومباشر نذير وطاهر مطهر بدر منير ياسين طه حاشر واقب ومختفي منجي ونا المساحر عجب لنا بجاه بابك العظيم عين النعيم وصراط المستقيم لطيف يا محصي فأل من غرضا لنا كسر مراد حيث عرضا على المقاف سيد السادات صل وسلم واسع الهمات فحر ماء الوصل يا رب الفلا فنجي مولاي من شر الفلا يدعوك من يرتب الحروف من صلاه فاتح دعاء معتمدا بعونك الكريم وتم حسنه رزا المظلوم سلم على سيدي في المعراج سلم على ذي الشرق والمنهاج وآله وصحبه المنتخبين على كحين الساجدين المهتدين وآله وصحبه المنتخبين الراكعين الساجدين المهتدين وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرني بما آتيه من زلني وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرني بما آتيه من زلني وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرني بما من زللي وجاد وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي وجاد وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي وجاد يا رب الحالي فلا يخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الأزل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي ببابك الأعظم المفتوح يا كل أتاك فإن لم يدخل يملي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي توسلي ربنا مولاي صلي على خير البرايا من التفصيل والجمال وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفر لي بما آتيه من زللي سيدنا أحمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق
النبي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لي بما آتيه من زللي الخاتم الفائق الأسماء لما سبق حوي الفضائل عن مثل وعن مثلي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لي بما آتيه من زللي عن ناصر الحق بالحق المؤيد بالنصر القوي بدين فاق بالملل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لبما آتيه من زللي وإنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم المبعد الخلل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لبما آتيه من زلل ثم على آله يا ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا أملي وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لي بما آتيه من زلل إليكم منتهى أملي لتغفرا لي بما آتيه من زلل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لي بما آتيه من زلل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لبما آتيه من زلل وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لبما آتيه من زلل رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيبوا ربي حوى كل سري رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيبوا ربي حوى كل سري رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيبوا ربي حوى كل سري رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيبوا رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر أنت رب مولى إليك مآب كل عيب فاستر لنا رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر جاءك العبد يستغيث لفضل وسناء مواهب منك
سلام على من أكرم نجيري ربي فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سري مع آلي وصحبه على قومي من أقام ديانة مبع جبري ربي فاغفر لمن فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر ربي فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر ربي فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سر فاغفر لمن أناب إليكم وأنيب ربي حوى كل سري ما لي وسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي ما لي الوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي ما لي الوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي ما لي الوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي ما لي الوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي ما لي الوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي يا دافعا كل أوجال وآفات محيي الرفات ويا واقي المخافات ويا كريم المكافات أؤمله يا صاحب العفو ربي والمعافاة يا كافيا شافيا ملجا العفات ويا عافي الجنات ويا كافي البليات صل على سيدي سادات من زهد به شريعة عن فقد شريعاتي صل على سيدي حاذى المناقب من صيت وسمت وإعطاء النفيسات صل على سيدي في الأصول نمت
الجبهة من فوق العجبات صل على سيد من على نبي وكان في قنيه أبو البريات صل على سيد يغني وفود على صائم في طفلة يسقي جماعات صل على سيد لقوه من بدر قران سور وغير بني عديات صل على سيد نور صحابته عاديه ذلا وظلا بالحسامات صل على سيد سرى وكان سرى سناؤه وسرى بين الطبقات صل على مبلغ الأنبار خاتمئا بجاهك المجتبى سمعي سجياتي ثم مسابحي يا رحمن أسرتي كذا مفاتيح نصر لدياناتي به وبالرسل والأملاك خطيبة وجاه كتب السماوات العليات وحرمة الأولياء طرا ومن سلك طرق الهدى السنيات الجليات وكن مجيرا من حقد الحسود ومن نشر الشياطين يا رب البريات أعذ عبيدك من نزغ الملوك ومن عدوان كل معاد والمعاناة لكل طاع وإعناد المعاد ومن حيل المحيلين رب والمحيلات ومن معاداة عاد جائر شرش وباغتيال مغيل والمغيلات وغلبة الغالبين المالين وصل بالسالمين ومن نقل الخطوات لغير بابك يا رحمن يا ثقتي ونصرتي رغبتي فاعف الخطيئات وسطوة الجاهلين المهتدين ومن جور المجاهرين يوشي من معراتي وكف عني أكف الضائمين بنا ونافسا قربتي وانفي المليمات أدخل برحمتك سمح إلى وجالي في صالحين صغير رشدي ومراتي ومن حنادس الظالمين كلهم أغرقني يا الله ردني في مساحاتي في غربة غيبتي وأوبات بلدي ونجحتي رجعتي يا زن معوناتي في غربة غيبتي وأوبات بلدي ونجحتي رجعتي يا زن معوناتي في غربة غيبتي وأوبات بلدي ونجعتي رجعتي يا ذا المعوناتي تصرفي وتقلبي ومنصرفي منقلبي ربنا واحفظ على ذاتي نفائس عددي عندي كذا عددي وسكني
مسكني عبدي وحاجاتي حولي مهالي ومالي رب تغييرتك لا تلحقن بنا واغفر مزلاتي ولا تصلب محيرا كان صالحا ومن لدنك ليجعل في مراحاتي يوم القيامة سلطانا يعينني تحرسني لعينك في دنيا كذا الآتي والعون يا ربي فاخصصني بمنك والأمن أمانا لدى حسني وروعاتي تولني باختيار من بئس نبي وخيرك الجم سبنا مصيباتي ولا تكلني إلى قلة خيرك يا ربي دعوتك إحسانا وخيراتي كن لي وليا حافيا ناصرا رحيما جارا مغيثا ومفرجا مهماتي كن لي عفوا غفورا صابرا عدودا وكن منافيا يوم العصر علاتي كن لي مرعزا وكن لي هاديا واقي يا نصرتي عثراتي والفضلاتي كن لي من ينعني حالي لشملهم سقيهم ربنا فاقضي لبناتي كن لي دليلا على نهج النجاة ولا نهج الملك بل سبلي سلاماتي وكن منظماني سلك طحاتي ولا سلك طحاتي زوي الجليل وعفاتي ولا على بل مستغرقين على تذكار مفتاح جنات فجناتي واجعل إرادة تجيدي في أصابع من عليه أنزلت آياتي كريماتي يوم يفر عشير من عشيرتي وأمه وأبيه ثم زوجاتي كل من شغله يغني ضعف زعيم خير رسولك مصباح جناتي ما للوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي سعد من يمضي ومن ياتي ما للوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي سعد من يمضي ومن ياتي هب لي إلهي يا رحمن عافية سوى عافيتي هب لي مولاتي يا الله يا الله فارزقني رفاهية ليست بواهية رب الخليقات واكفي مخاشي لا وإن عني ومني كنف غواشي على لطيفاتي أسكار أعدائنا تصفر بنا وزلي أنت السميع الدعاء فاسمع عباداتي على إمام أتى خير الإمام بدا نجيك المصطفى فوق السماوات والآل والصحب أصحاب الغاها الكرماء أولي النهى والمزايا والصمحات أزكى صلاة وتسليم
قرينها ما راح في أيديها ورق الحمامات أسكى صلاة وتسليم يقارنها معناها في أيديها ورق الحمامات أسكى صلاة وتسليم يقارنها معناها في أيديها ورق الحمامات أسكى صلاة وتسليم يقارنها معناها في أيديها ورق الحمامات اغفر لأمته وارحم بأمته واصل لها يا
Allah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق القلب لما سبقنا في الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق القلب لما سبقنا في الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق القلب لما سبقنا في الحق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين.